كانت بداية حلمي إن أنا أعمل شركة عقارية تقدم منتج مش سهل ولكن يكون الأفضل. يوم ما قررنا إن إحنا نعمل شركة تطوير عقاري قررنا إنها تكون شركة مساهمة مصرية عشان رؤيتنا لمستقبل كبيرة جدا. سكوب للتطوير العقاري بدأت 2017، قدمنا مشروعات على أرض الواقع تتميز بجودة التشطيب. لما وصلنا لجودة التشطيب اللي احنا حابينها وعايزينها والعميل حبها وعايزها، بدأنا نفكر نوفر منتج تاني زوم بلازا، تجاري إداري طبي في كل المساحات اللي تناسب العميل. تحدي دايما بيكون حاجة احنا بننجح بيها، بنتقدم، بنكبر، بنبقى الأحسن. عملائنا مصدر قوتنا، مصدر قوتنا شخصيا. كل واحد فيهم بيديني كلمة، كلمة بس بألف معنى، التزام، وعد، وعهد. عشان كده احنا على قدر الثقة. وعلشان على قدر الثقة ما تكونش مجرد تاج لاين لسكوب ديفلوبمنتس، احنا كنا حريصين جدا ان العنصر الاساسي اللي بيحرك ادارة المبيعات كونسبت المصداقية، وده اللي بيخلي السيلز يتحول من سيلز مان الى مستشار حقيقي لعميل. وهي دي النقطة اللي بتميز جدا فريق مبيعات سكوب ديفلوبمنتس، ان كل فرد في ادارة مبيعات سكوب هو مستشار مؤتمن فعلا لعميل. اخر مشروعات سكوب ديفلوبمنتس هو مشروع زوم بلازا، المشروع من اميز المشاريع اللي موجودة في القاهرة الجديدة بشكل عام، وده لعدة اسباب. اولا البرايم لوكيشن، ده غير فكرة كمان انه موجود في منطقة جنوب الاكاديمية، فانت مش بس مجرد عندك ترافيك عالي بتخدم على 3000 فيلا تقريبا فوق 70000 نسمة، لا انت كمان بتكلم في سيجمنتيشن اعلى بكتير، في قوة شرائية اعلى بكتير. بنكون حريصين ان احنا نقدم لهم الباكج تكون بشكل ان هي تكون متكامل، يكون فيها البرايم لوكيشن وديزاين مميز وكمان فير برايس. احنا زوم بلازا طبعا تخصيص مباشر من هيئه المجتمعات العمانيه لسكوب ديفلوبمنتس. احنا كمان عندنا خطه توسعيه طموحه ان احنا نكسباند لمشاريع مختلفه في المدن الجديده سواء داخل مصر او حتى خارج مصر. فكره الريليشن شيب نفسها اللي موجوده ما بين افراد سكوب ديفلوبمنتس هي دي سر النجاح لسكوب. انت بتشتغل انت مرتاح لان انت حاسس ان انت في وسط عيلتك وعندك كل المساحة ان انت يعني تبدع وتنطلق بشغلك لأقصى درجة ممكنة تقدر توصل لها. كل الأدوات اللي انت هتبقى محتاجها هتتوفر. لما رحت شفت الأرض وعدت مستر محمد غباشي ان يبقى المبنى ده علامة في المكان، مع ان هو اخر حاجة اتعملت في النسيج العمراني في المنطقة دي، ولكن هو اتبنى كأنه من ضمن النسيج العمراني ضمن نجاحيات المشروع قبل ما يحصل اي تصميم، ان اختيار الارض فعلا مكان مميز جدا في منطقة محتاجة الخدمة دي كنابر هود نور. واحنا بنعمل الدراسات الاولية للمشروع، المجتمع اللي حوالينا، الطبقة بتاعته، تحركاتهم، البيهيفيرز بتاعتهم، التصرفات بتاعتهم اللي هم محتاجينه، تم دراسة حركات الهواء وحركة الشمس، وازاي ان احنا ندي تجربة تسوق او تجربة نشاط اداري لطيفة سواء للزائر للنشاط او المكاتب الادارية او العيادات او حتى اللي بيمارس وظيفته جوه هذه المكاتب. في النهاية اتخلق بلازا مفتوح عليها جميع المشروع. البلازا دي مش مفتوحة من جهة واحدة، هي حلقة وصل ما بين الجزء القبلي للمشروع والجزء البحري، ومشية مع حركة الهواء وصدى الشمس عن البلازا بتشكيلات معمارية فيها كل قيم الجمال ومحققة الوظيفة بنجاح. التعاون ما بين إنكوميرشال وسكوب ديفلوبمنتس اللي احنا نبقى مسؤولين عن جزء الليسينج في المشروع كتأجير، وفي نفس الوقت الفاسيليتي مانجمنت، الإدارة والتشغيل بتاعت البروجكت نفسها والفيجن بتاعت باشمهندس محمد. احنا شفنا الرؤية اللي هو محتاج يطبقها في المشروع، وريدي احنا الفيجن بتاعته نقدر اللي احنا ان شاء الله نطبقها معاه، لان اوريدي مميزات اي يونت كوميرشال انفستور اللي بيشتريها او التالنتس اللي بيأجر فيها اهم حاجة اللوكيشن، وده اللي هو بيميز زوم بلازا في منطقة جنوب الأكاديمية، وده اللي احنا هنبقى حريصين عليه في التنت ميكس اللي احنا هنعمله. بالنسبة للأنشطة اللي هي تبقى كلها أنشطة خدمية، يبقى فيها فرايتي تخدم المشروع وتخدم المنطقة، لأن هي المنطقة محتاجة خدمات تبقى موجودة فيها، لأن هو يعتبر بروجكت خدمي ريتيل وأوفيسز وميديكال. نجيب لهم برانز تأجر في المشروع، نقدر ندخل من الأول نظبط السبيكس بتاعت المحلات، فرق العواميد، السقف، الحاجات اللي نقدر نشتغل عليها على التنت ميكس اللي هي متطلبات البرانز اللي هي تقدر تيجي
تأجر بعد كده المساحات المطلوبة بتاعتهم، وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على استثمارات المستثمرين في المشروع، ونقدر نحقق نجاح مع بعض إن شاء الله. من أول يوم بتبقى في مانيوالز وكريتيريا موجودة لكل حاجة في البروجكت ده، سواء كأوبريشن مانيوالز موجودة، ورقيات والسيستم بتاع التشغيل بمواعيد دخول البضاعة ومواعيد خروجها، بمواعيد الصيانة، بمواعيد التشطيب بتاعة المشروع. فيها شوية ديتيلز بتفرق في عمر البروجكت وبتفرق في مصاريف البروجكت، سواء في مينتنس، سواء في كليننج اللي بنشوفه في البروجكت، سواء في الماتيريالز اللي بتستخدم ومدى إهلاكها وإن هي ديورابل ولا لأ. فدي بالنسبة لنا هي الانفراستراكتشر بتاعة البروجكت، زي ما في أعمدة وأساسات موجودة للمشروع، جزء من الأعمدة والأساسات بتاعة إن البروجكت ده يبقى موجود ومستمر هي شركة الإدارة باللي بتقدمه في المشروع ده. لما قعدنا مع المهندس محمد غباشي وشاف الفوت برينت بتاعتنا على أرض الواقع، وهو كان فعلا مهتم جدا إن هو يقدم خدمة حقيقية للمستثمرين وللبروجكت، قال لي احنا في إن كوميرشال على قدر الثقة.